أهلا بكم من جديد. تزامنا مع مشاركة مملكة البحرين احتفال دول العالم باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار أصغوا أولا، الإصغاء إلى الأطفال والشباب هو المرحلة الأولى لمساعدتهم على النمو الصحي والآمن، نظمت إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ولجنة التحضير الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف 26 يونيو من كل عام فعالية توعوية متمثلة في إقامة نقاط توزيع للمطويات وبعض الهدايا الرمزية على المواطنين والجمهور وزوار المملكة في الشوارع الرئيسية في جميع المحافظات بواقع نقطتي توزيع شارعين في كل محافظة، حيث يتمثل الهدف من هذه الفعالية في التثقيف وزيادة الوعي لدى الجميع من أخطار آفة المخدرات استنادا لما تتضمنه المعايير الدولية في الوقاية من المخدرات والتي تم إطلاقها من المكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة. وتأتي هذه الحملة التوعوية تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية لمكافحة آفة المخدرات، حيث نجحت الإدارة في ضبط 605 قضايا شكلت 570 متهما، وذلك خلال الفترة من الأول يناير 2017 ولغاية 31 مايو 2017. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا على الهاتف النقيب خالد الكعبي الضابط بإدارة مكافحة المخدرات. حضرة النقيب خالد أهلا بك معنا، وبحسب المعطيات فإن الأرقام تقول إن الإدارة تمكنت خلال 5 أشهر في ضبط 605 قضايا، إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في مكافحة المخدرات؟ بالتأكيد فيما تضبط هذا العدد الكبير من القضايا إسهاما كبيرا في مكافحة المخدرات، وهو يبين المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات بالرغم من التطور الملحوظ في أساليب التهريب الذي قابله تطور كبير في أساليب المكافحة أيضا. نعم، الحملة التوعوية التي تم تنظيمها في إطار الجهود الشاملة لمكافحة المخدرات كيف تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة المكافحة ككل؟ بلا شك أن الحملات التوعوية تشكل جزء مهم من عمليات المكافحة، بل هي تمثل نصف المكافحة التي تقوم على محورين أساسيين هما مكافحة العقد ومكافحة الطلب، والذي تشكل الحملات التوعوية حجر الأساس فيه، وهي تتم على مدار العام وتخاطب كافة الفئات العمرية وكذلك الأسرة. نعم النقيب خالد الكعبي الضابط بإدارة مكافحة المخدرات، شكرا جزيلا لك. العودة إلى فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي أميني المدير إدارة الوقاية من الجريمة. كما هو واضح أن برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان قطع شوطا طويلا في سبيل تحصين النشء من خطورة الإدمان، ما هي أبرز النتائج في هذا المجال؟ هو برنامج معا إنجاز من إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة سيدي معالي وزير الداخلية، وفي سنة 2010 قدم معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة مقترح للجنة الوطنية بحيث أن يتم تطبيق برنامج معا في مدارس البحرين. ونشوف اليوم أن البرنامج اليوم صار منهج لا يتجزأ من البرامج التوعوية والمهارات اللي تقدمها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في ما يقارب نصف مدارس مملكة البحرين. والبرنامج التوعوي طبعا يعلم الطلبة عن مضار المخدرات والمؤثرات العقلية وكيفية التعامل معها، وكذلك توعي الكادر التعليمي في دور التعليم واولياء الامور عن طريق الانشطه اللاصفيه اللي يكون على شكل واجبات منزليه والطالب يحلها مع ولي امره. نعم. والمهارات اللي يتعلمها الطالب هي مهارات كيفيه التعامل مع عروض التدخين والكحول والمخدرات والمؤثرات العقليه. فيتعلم الطالب كيف يتجاوز هذه التحديات بدون لا تهتز شخصيته وبدون لا يطيح في اي مشكله.
واستفاد البرنامج لحد الحين حوالي 90,000 طالب من اصل 130 من مرحله الروضه الى مرحله الثانويه. وفي السنه الدراسيه القادمه بيكون عندنا منهج حق طلبه الجامعه، وهذا المنهج بيكون اضافه على المستوى الموجود حاليا، وبيكون نوعيه المعلومات فيها اعلى ومهارات ارفع، كون ان الفئه العمريه المستهدفه بتكون ما بين 18 الى 22 سنه. نعم، شعار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات هذا العام هو أصله أولا الإصغاء إلى الأطفال والشباب والمرحلة الأولى لمساعدتهم على النمو الصحي والآمن. ما هي قيمة الإصغاء للأبناء من أجل حمايتهم بالدرجة الأولى؟ هو النظرة الأمنية لأي مشكلة تكون من ثلاث جوانب، أولا اللي هو جانب التوعية، وثانيا جانب المكافحة، وثالثا جانب هذا التأهيل. فإذا احنا نتكلم عن جانب التوعية، هو الجانب اللي يشمل التثقيف ومعرفة المخاطر واكتشاف المبكر وطريقة التعامل مع الحالة. ومن باب تغطية جانب التثقيف واكتشاف المبكر وطريقة التعامل مع الحالة، لأولياء الأمور وأرباب الأسر والعوائل، تم إنشاء معرض سنة 2016 خاص فقط لأولياء الأمور. والمعرض عبارة عن غرفة مراهق، ويكون فيها بعض المؤشرات اللي ممكن أن ولي الأمر يشوفها، يمكن يشوفها هو أشياء عادية، بس هي أشياء تدل على أن الولد يكون سواء مدمن أو على وشك الإدمان. وطبعا كل ما ولي الامر اكتشف الموضوع يعني بشكل مبكر اكثر، كل ما كان اسهل التعامل معه ورجع له حالته الطبيعيه. وجزء كبير يكون من حاله الاكتشاف اللي هو كلام الاطفال لاهاليهم. فولي الامر يعني دائما يبي انه يحمي ولده، بس احيانا انه ما يعرف انه شلون يتصرف مع كلام الولد وشلون انه يستكشف الحاله، فهاي الاشياء اللي هو بيتعلمها في المعرض. واذا احنا طبعا ما بنسمع حق عيالنا يعني بيكون بنخسر اكبر مؤشر يدلنا على انه نوجه عيالنا لطريق السلامه. نعم. وبسبب النجاح اللي حققه المعرض العام، طبعا قررت اللجنه الوطنيه لمكافحه المخدرات ان تعيد المعرض مره ثانيه هالسنه، وبتكون هي في مجمع السيف ابتداء من اليوم، وبتستمر لمده 5 ايام، وبتكون لها كذلك في نسخ مصغره بتنتقل وبتعم على المحافظات كلها. نعم، الاستاذ علي اميني مدير اداره الوقايه من الجريمه، شكرا جزيلا لك.